الله ان بون بريستاسيون اللي تكون تغاسوري البوبليك بور البروشان مونديال ان شاء الله. النتيجه كنتوقعوا غادي تكون 2-0 ديفيسيل. التشكيله اكيد راه خصو يكون ان شونجمون بارابور الماتش ديال لي ايتازوني، ولكن كتفهموا سي لا فان دو سيزون هادي واللاعبه يلاه سالهم اي سيزون كي ان بو ديفيسيل. صافا يتخا ماتش ترو زعما ترو ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله. الفريق الوطني الرباح ان شاء الله بشي 2-0 و الله يربحنا وديما مغرب. المدرب خصو يتبدل وشي حتى شي لعابه خصهم يتبدلوا. وهذا الماتش الا خسرنا راه خسرنا في هذا الماتش هذا اما يتبدل المدرب ولا ما خسرناش ندوزو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتوقع فوز المنتخب المغربي على نظيره الجنوب افريقي بثلاث اهداف لصفر. كنتوقع يسجل حكيمي هدف ويعطي تمريره حاسمه للتيسودالي مع هدفين للتيسودالي. بوفال مصاب وكنتمنوا ليه الشفاء وكنتمنى يفوز المنتخب المغربي ويتالق ان شاء الله في كاس العالم ان شاء الله. المهم الطقس زوين ما غتكونش الحراره ما غتاثرش على اللاعبين وحتى الملعب غيكون في 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 حل فهمتي في مستوى جيد وان شاء الله غياخذوا راسهم وغيسجلوا لنا اهداف ونفوزوا بهذا المقابل. عندي في فكره وتفوق هو في مجموع المواجهات ضد المغرب على التاريخ المواجهات ديالو توفق، ولكن كنتمنوا كنساندوا المنتخب الوطني الى اخر المطاف. المنتخب الوطني المغربي دابا في استعدادات كما قلنا للاستحقاقات القادمه هو كاس العالم هو بدرجه اولى خاصهم يستعدوا ليه ويديروا المقابلات دابا التحضيريه. المدرب دابا نقداو باش ما كان معنا ما نديروا دابا خاص الجامعه تحرك. الا كان هو صالح راه غادي نمشيو ولا ما كانش صالح راه غادي اللعابه خاصهم يديروا اللي عليهم ان شاء الله. وحنا كنثقوا باللاعبيه صراحه هما اللي مغاربه هما اللي غيديروا النفس هما اللي غادي يديروا رئيس الجامعه كذلك وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. التاهل اصابه سهل صفر هذا التوقع ديالنا وحنا جايين نشجعوا المغرب من المانيا ونتمنوا خير ان شاء الله. والله يعني الطريقه باش كيلعب ما مناسبش النجوم اللي عندنا في اوروبا. حنا كنعرفوا الدراري كيلعبوا في اوروبا يعني عندهم طاقات كبيره وممكن يبدعوا ممكن يعطوا كثير يعني بالخصوص يعني من جانب يعني الهجومي عندنا طاقات كبيره بزاف يعني. وحنا كنلعبوا بطريقه يعني شويه كلاسيك دفاعيه ما مناسبش الوقت الحالي فهمت. ما يمكنش واحد كيعطي مع تشيلسي ولا كيعطي مع باريس سان جيرمان بطريقه يعني ابداعيه وتجيبوا انت تلعبوا بكلاسيك ما. ولكن حنا في واحد المرحله صعيبه الا بدلنا المدرب ممكن نطيحوا في مشاكل اكثر. هو اللي كيعرف الدراري هو اللي كيعرف شنو واقع. نتمنوا خير ان شاء الله. خصم صعيب حنا كنعرفوا سيد دافريك ولا لافريك دو سود حنا كنقولوا بالالمانيا سيد دافريك يعني خصم صعيب ما ساهلش يعني غيدخل بالقوه ديالو غيحاول ما امكن انه يكسب يكون خير ان شاء الله. غريب ديما حمراء لعز بلادنا.